صباح الخير على كل مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج كلام الصباح. صباح الخير يا رنا، صباح الخير يا حبيبتي، عاملة أخبارك ايه؟ ايه؟ أخبارك انت ايه؟ الحمد لله. خلينا بقى نخش في الموضوع على طول، لأن الموضوع النهاردة شيق موضوع جدا. ساخن زي ما بيقولوا. ومعانا طبعا مفاجأة جميلة جدا، معانا مفسرة الأحلام الجميلة زينب الصدي. أهلا يا زينب. منورانا يا زينب. الحمد لله. عاملة ايه حبيبتي؟ خلينا بقى نخش على طول. ماشي. عشان عايزه اقول لك الناس من ساعه ما عرفوا ان انت جايه مش مبطلين. الله يخليك يا حبيبتي. طيب، في حد بعت بيقول رؤيا الملوك او الرؤساء بالمنام. بصي يا ستي، رؤيا الملوك او الرؤساء، الرؤيا دي بتتكرر على ناس كتير جدا، ان هي تشوف مثلا الحاكم بتاع بلدها او تشوف حاكم بتاع دوله تانيه بيجي لها في المنام. طبعا بيختلف، طبعا لما احنا بنيجي نفسره بيختلف. اول حاجه، اول سؤال بنساله، هل الملك اللي جاي لك ده كان ملك او حاكم الدوله اللي بتاعتك اللي انت مقيمه فيها، ولا حاكم دوله تانية غريب جدا انت ما تعرفيهوش؟ ليه؟ بتفرق في التفسير جدا. مثلا لو شفتي الحاكم بتاع الدوله اللي انت فيها، ده معناه خير كتير جدا. وبرده بيختلف برده على حسب شكل الحاكم. يعني مثلا لو الحاكم جالك غضبان او شكله زعلان، او انت في بينك وبينه كده تحسي ان في عداوه كده، ده على جنب ليه تفسير هقول لك معناه دلوقتي. ده احنا كده دلوقتي بنتكلم على الحاكم بتاع الدوله اللي احنا قاعدين فيها. تمام. او لو جه الحاكم راضي عنك، او جاي مثلا بيدعوكي لطعام او بيديلك حاجه، هنا برضو ده ليه تفسير. اول حاجه، لما الملك بقى، لما تشوفي الملك بتاع البلد بتاعتك ويكون راضي عنك كده وبشوش، ده معناه خير كتير جدا. ليه؟ في ايه في القران بتقول لك وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه اليوم قال انك اليوم لدينا مكين امين. فاول حاجه ده معناه تمكين في امر الانسان مستنيه وهيحصل على نصر كبير جدا فيه. تمام. طبعا ده عشان خاطر الآية اللي احنا ذكرناها. وهنرجع لقصة سيدنا يوسف عليه السلام. لما الملك جابه طبعا، وساعتها طبعا ده كان نصر ليه، فكان خرج من السجن وتولى مكانة كبيرة جدا. فمن هنا هناخد ان اللي يشوف الملك راضي عنه، فده معناه بالفعل ان ده في خير كتير جدا جاي له، ونصر في امر كبير هو مستنيه. طب هنقول مثلا، طبعا هنقيسه على حال دلوقتي الملك بالعقل كده، مثلا هو خلاص ملوش علاقة بالحاكم مثلا او رئيس الدولة اللي شافها، هنقيس مين على الدرجة اللي اقل منه، يعادل مين اللي هو رب العمل، او لان هو حاكمه في الشغل. تمام. تمام. فده معناه ان هو هيكون قريب من رب العمل، يعني هيكون ليه كلمة كده او ليه دليل عليه. لكن لو جه غضبان منه بقى او زعلان او كده، اول حاجة الانسان يدور عليها ان معنى كده ان الانسان ده عنده خلل في علاقته بالله عز وجل. ليه؟ لان الطبيعي احنا قلنا الملك ملك الملوك طبعا هو الله سبحانه وتعالى. فبما ان في عداوه بينك وبينه، طبعا البشر مهما كان حد صالح او غير صالح، هو هنا جاي في صوره ليه كرمز، مش اكتر من كده. الله سبحانه وتعالى طبعا ممكن يتجلى في صوره، طبعا هنا في الحاله دي هنا رمز مش اكتر، الاقل ان هو في الرؤيه. طبعا الله سبحانه وتعالى ما فيش رمز يعني وفي حقه، فلكن هنا هو بيبقى جاي رمز الانسان لازم ان هو يراجع حاله مع ربنا سبحانه وتعالى. معنى كده ان انت مخطئ خطأ كبير جدا، وده سبب تدمير حياتك، لانه بما انه غضبان عليك معنى كده ان انت بتواجه مشاكل كتير جدا ومتاعب في حياتك والجو ده. طبعا ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ وما يعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يعني معناه ان عيشته هتبقى صعبه جدا وكلها ابتلاءات وكلها عنقات. ليه؟ لعله عسى ان هو يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. دي حاجه. لما بقى مثلا على حسب اسم الحاكم اللي احنا فيه، يعني مثلا لو حد شاف دايما الرؤيه دي بتتكرر، احنا الحاكم اللي عندنا دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اسمه حلو جدا في الرؤيه. فاهماني؟ احنا بناخد اسمه، طبعا اسمه هنا بيفيد جدا، بيزود من خير الرؤيه. عبد الفتاح السيسي سبحان الله جايه من الفتح. تمام. وكمان السيسي بقى طبعا احنا هناخد الاشتقاق، الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك اذا تشكلت عليكم الرؤى فخذوا بالاسماء. هنا معناه ان هو في سنه هتيجي عليكي، السنة دي هتكون خير كتير جدا 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 فوق ما انت متخيلة. تمام. وخصوصا لو كان هو في حالة ان هو كان جاي بيسلم عليكي وراضي والجو ده. وكمان هناخد حاجة بقى، هناخد ايه؟ مثلا اسم عبد الفتاح جاي ده من الاسماء الله الحسنى، فمعنى كده ان هنا في ورد، في اوراد بتيجي لاشخاص معينة في الرؤية. يعني مثلا اسم زي قلنا اسم عبد الفتاح، هناخد هيسبح او هيذكر الله برمز باسم الفتاح. تمام. والحاجه الثانيه طبعا الملك، نفس الموضوع ده من اسماء الله عز وجل، فمعنى كده ان هو عليه ان هو يذكر الله، وخصوصا في المحنه اللي هو فيها هترفع عنه. بس ما ننساش ان رؤيه الملوك على قد كده هي خير مؤجل، يعني ايه؟
يعني مثلا انت شفتي رؤيه مش هتقع في نفس السنه، لا فهمك. هتنتظري شويه بشوية. لان طبعا احنا قلنا حتى لما سيدنا يوسف وجابه الجوده اتاخر المده شويه، فاهماني؟ تمام. اما بقى لو كان غضبان عليه احنا قلنا دي سيئه. الحاله الثانيه، هم دول على فكره الحالتين اللي ذكروا في القران في رؤيا الملوك. الحاله الثانيه ان انت تشوفي ملوك مثلا غرباء داخلين بلد، تمام؟ دي وحشه جدا، من ابشع الحاجات اللي تتشاف. ليه؟ بخصوصا لو دخلوا بيتك، يعني شفتي مثلا حاكم دوله تانية جالك البيت، دي مش حلوه خالص. ليه؟ في ايه في القران بتقول بتقول ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. فمعنى كده ان الانسان ده ربنا هي يعني داخل على هيبتلي او داخل على ابتلاء مادي قوي جدا جدا جدا، هيتحول من عز لذل. يعني لو عنده اموال، اموال كتير جدا هتروح من عنده، لدرجه ان حاله هيقل. وخصوصا لو الملوك كتيره دخلوا بيته، معنى كده ان خصوصا بقى ان ايه، ان انت دي حاله خاصه بتخص دايرتك او داخل دايره اهل بيتك. لكن لو كانت اتشافوا بقى في مثلا ملوك كتير جدا داخلين البلد نفسها، معنى كده ان شويه الاسعار هتغلى والناس حالها هيفتقر. يعني رؤيه ما بتبقاش سيئه، بتبقى سيئه بس كده، هي دي حاله الملوك والرؤساء. طيب يا زينب، هو في شروط لمفسر الاحلام؟ اه طبعا. بصي، طب مبدئيا اول حاجه مفسر الاحلام ايه اللي بيعرفه ان هو مفسر؟ السؤال ده قبل كده جالي، مين اللي قالك ان انت مفسره وكده؟ التفسير اصلا بيبقى موهبه، هي بتظهر عند الانسان ولازم الانسان يثقلها بالدراسه. في ناس بتقعد تدرس، وبتدرس اصلا في اماكن بتدرس الحاجه دي. اماكن ازاي؟ مش فاهمه الموضوع. في كليات بتدرس الحاجات دي بس ما بتدرسهاش هنا، بتبقى بره. يعني هي موجوده دايما في المغرب. يعني. اه في المغرب، ودلوقتي في اكاديميات هنا مفتوحه بتدرس الحاجات موثقه دي. يعني موثقه. يعني في اكاديميه للدكتوره صوفيا زاده. صوفيا زاده اصلا يعني ما شاء الله عليها، هي من احسن المفسرين الموجودين حاليا. ممتازه بصراحه في التفسير، يعني انا بحب طريقتها جدا. وبرده في شيخ تاني انا بحبه اللي هو اسمه الشيخ خميس شمل. دول احسن اتنين بالنسبه لي، او مثلك الاعلى. يعتبر بقتدي بيهم في التفسير، بحبهم جدا. دول في المشهورين قوي، لكن في طبعا ناس ثانيه مش مشهورين برده بحب ان انا اقرا لهم. وطبعا المرجع الاساسي هو القران والسنه. لكن في ناس بالفعل بتحاول تدرسها والجو ده، ما بتبقاش متمكنه بالطريقه. هتفسر رموز انت الموهبه اصلا هي عباره عن ايه؟ عباره عن بصيره ربنا سبحانه وتعالى بيديها للانسان. بتخليه ان هو يفهم الرموز دي والرسائل دي، بيخبر بيها. اصل انت ما الرمز الواحد في الرؤيه ليه 1000 تفسير، فانت هتفضلي قدامك 1000 تفسير حتى لو حفظتي هتنسي، فاهمه؟ لكن هي بتوصل معنى واحد. يعني الدراسه بتكمل الموهبه، بتكمل مش الموهبه العكس. ان انت وطبعا لو انت بقى حافظه قران، بصي انا مؤمنه بحاجه بالنسبه لي انا كشخصيا، ان لو انت القران معاكي تمام حافظاه وفاهمه معانيه ومعاكي السنه الاحاديث النبويه طبعا، فمش مفيش حد هيفوقك في التفسير ابدا، لان هو ده المرجع اللي احنا بنحكم بيه في كل حاجه. يعني هو ده دستور الحياه اللي احنا عايشينها. بس كده. تمام يا زينب. طيب زينب، انا عايزه اسالك سؤال. جالي قراءه القران بالمنام معناها ايه؟ بصي، اي حد يشوف ان هو بيقرا قران في المنام طبعا هي خير كتير جدا. بس في حاجه، اول حاجه يعني يكون بيقراه لو فاكر الايات اللي قراها، يا سلام تبقى احلى حاجه في الدنيا. دايما ده معناه ورد ليكي، تمام؟ ازاي ده معناه؟ اغلبيه الناس اللي بيجي لها الحاجه دي بيكونوا في ابتلاءات، فده معناه وردها او هي داخله على مشكله. طبعا على حسب الرؤيه بناخد الايه اللي جت بنفسرها، نشوف ايه. على فكره انت ممكن تفسريها او رانا اي حد فيكم. ازاي؟ هي الفكره كلها ان انت تفهمي المعنى. هل هي ايه انذار؟ لو ايه انذاريه بتفرق، يعني مثلا معناه ان انت خلي بالك من الحاجه الفلانيه، على حسب طبعا الايه المعينه اللي هتكون جايه. لو كانت الايه مبشره معنى كده ان في خير كتير جدا. سواء الايه كانت انذاريه، كانت مبشره، كانت منذره، لازم ان انت تاخدي الايه دي ورد ليكي، تمام؟ هتاخديها عشان تخرجي من الـ من الـ من العقبه اللي انت موجوده فيها، تمام؟ وكمان ده الباب بيبقى العلاج. ده ربنا قال لك ايه في القران؟ قال لك وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه. فمعنى كده ان القران شفاء. ايه ده؟ يعني انا لو خدت الايه دي هخف او المشاكل اللي عندي هتروح؟ ليه بقى؟ طب احنا لما بنعيا بنروح فين؟ الدكتور بيدينا ايه؟ علاج. علاج او دواء. الدواء ده ممكن يسيب وممكن يخطئ، ممكن ان هو يعالجني او ممكن ان التعب يفضل مستمر عندي. لا، عكس القران. القران قال لك ايه؟ وننزل من القران ما هو شفاء، شفاء تام. مفيش حاجه اسمها يعني طبعا خلاص علاج حتمي للمشكله. حتى بقول دايما لحد داخل، انا دايما يعني
حتى في واحده بنت انا بكلمها بفسر لها، سبحان الله يعني دي الوحيده اللي شفتها بالطريقه دي، سبحان الله، باستمرار 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 بفسر لها. فلا اي حاجه غريبه قوي عندها، ما عندهاش مشكله، داخله على المشكله، الرؤيه بتقول في مشكله، العلاج على طول في الرؤيه نفسها، اقري مش عارفه سوره الكهف كم مره، سبحان الله، اقراي وفعلا تعمل كده وتلاقيه ربنا يرفع البلاء. طيب معانا مداخله، معانا طيب. كريمه من المنيا، الو اتفضلي. الو وعليكم السلام، ممكن نتكلم في فترة الاحلام بعد اذنك؟ اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ بصي لو سمحت يا فندم، انا حلمت ان هو اخويا خاطب بالفعل، حلمت ان هو لابس جلابيه بس الجلابيه قصيره عليه، فبقول له انا اعدلها لك، يقول لي لا لازم امشي بالوقت. ممكن تعلي صوتك؟ ممكن تعلي صوتك؟ ممكن تعديها لي. بص اخويا خاطب، اخويا خاطب شفت له رؤيه ان هو لابس جلابيه، تمام، والجلابيه بتاعته قصيره. فانا لما اقول له عدلها لك يقول لي لا. فانا قمت من النوم ومش عارفه عدلتها له ولا لا، كل ما اقول له عدلها له يقول لي لا لازم اروح لها دلوقتي ومش راضي يخليني اعدلها له. هو انت اخوكي مستعجل على الجواز وفي مشاكل بينه وبين خطيبته دي؟ لا هي الصراحه اكبر منه. هي ايه؟ هي اكبر منه، اكبر منه، بس احنا مش موافقين. انتوا مش موافقين عليه؟ انتوا عايزين تجيبوا له حد تاني؟ طيب يعني مش موافقين عليها من الاول. خلاص يا حبيبتي تمام، هقول لك. طب اقول لك حلم تاني بعد اذنك؟ لا بعد اذنك لا. طب بصي هفسر لك ده الاول وبعد كده خليكي معانا، يعني خليكي معانا. بما ان هو لابس جلابيه هي قصيره، طبعا ده معناه كنايه عن الشخصيه اللي معاه، هم شايفين ان هي غير مناسبه ليه بالمره، فهو فاهمه، فهي بتقول له خلاص انا هعدلها لك والجو ده، يعني هات واحده ثانيه، او هم بالنسبه لهم ان هم حتى لو رضيوا يعني ناويين ان هم مثلا ايه، احنا هنعدلها هنكمل اللي ناقص فيها. طبعا عرفنا منين؟ في ايه في القران بتقول كنا لباس لكم وانتم لباس لهن، فمعنى كده هي لو ان صدقت رؤيتي بالفعل البنت فيها خلل، يعني هي فيها خلل موجود عندها، يعني هو بالفعل لازم ان هو يكتمل، يعني هم رايهم في محله، فاهماني؟ بس هو هيصمم عليها وهيخطبها بالفعل، او فاهماني؟ والله اعلم طبعا اولا واخيرا. قولي الرؤيه الثانيه. الرؤيه الثانيه اتفضلي. لو سمحتي انا شفت زي ما يكون قاعده انا وجوزي وما نبص للسما، على اني ان انا معلش اولاد دي 15 سنه، ادعي لي ان ربنا يديني ومعاش اولاد بقى، ربنا يديك، ربنا يديك ان شاء الله. ان شاء الله ان انا مكتوب كلمه الله، ما اقول له الله مكتوبها الله وكده، يعني في السماء. شفتي كلمة فوق؟ الله مكتوبة في السماء؟ في السماء. وبدعي ان انا ربنا يديني، واللي يعني معوش اولاد ربنا يديني. امين. بس كده الله اكبر، ما شاء الله، ابشري، الرؤية دي حلوة جدا. ان شاء الله. هطمنك ان شاء الله. بصي اول حاجه نظر للسماء وان هي تشوف بتدعي دعوه معينه، ان انت تشوفي بتدعي الدعوه اللي انت بتدعيها في الحقيقه في الرؤيه، ده معناه ان هي استجابت، ابشري بالاستجابه بالفعل. لكن بما انك شايفه اسم الله سبحانه وتعالى في السماء، فمعنى كده بالفعل يعني هو لسه الموضوع قدامه شويه، بس ان شاء الله هيجي، بس عليكي بكثره الذكر، يعني اذكري الله كتير جدا وبنيه الحاجه دي، وهي بالفعل بتعمل كده، يعني هي ما شاء الله عليها، بتقول لك انا بدعي بالفعل، ان شاء الله ربنا يرزقها وبشرينا ان شاء الله، والله تعالى اعلى واعلم. شكرا شكرا يا فندم، شكرا. طيب يا زينب، ايه هو الفرق بين الكابوس وبين الرؤيه، او اعرف افرق ازاي ان ده حلم عادي ودي رؤيه؟ فهمتك. بصي اول حاجه الرؤية بتكون جلية واضحة، بتكون مدتها صغيرة جدا، يعني في رؤى بتيجي مثلا بيكون فيها طويلة شوية، احنا بنطلعها بنشيل الحشو من الرؤية او الاضافات اللي هي الزايدة دي، يعني هي دي مثلا في ناس انا اقول لها ايه، يعني خلاص هي الرؤية انا عارفة المعنى الصغير، في معنى تاني اقعد اقول لها هو انت عندك كذا 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 في حياتك، ايه ده انت عرفتي منين؟ وانا بعرف من الايه، من الحاجات اللي هي، لان الجزء ده بيبقى جزء نفسي، فانا بعرف بتحللي منه شخصية اللي قدامك، فبتفهمي ايه المتاعب اللي موجودة عنها. اما الرؤية بتبقى جلية واضحة من الله عز وجل على طول، جاية بمعنى معين ورسالة معينة، تمام. ودايما بيكون ثلاث حاجات الرؤيه، ثلاث انواع، اما تكون مبشرات او منذرات او زاجرات. مبشرات جايه تبشرنا بحاجه جايه في المستقبل، منذرات جايه تنذر من حاجه غلط انا بعملها، او زاجرات او تنذر من خير من شر هيقع، زاجرات جايه تمنع حاجه انا غلط بعملها او ذنب معين بعمله، فهي جايه تدفع عني الذنب ده، لا بطلي الحاجه دي عشان الحاجه دي مثلا هي سبب، هتكون سبب في اذيه كبيره جدا ليكي او كده، تمام. ام دي اللي هي الرؤيه. الاحلام، الاحلام النفسيه، في احلام نفسيه بنعرف منين ان هي حلم نفسي. الحلم النفسي بيبقى معروف بيعمل ايه، ما بيجيبش اي اخبار في المستقبل، بيكون الحياه العاديه اللي احنا بنحلمها،
مثلا انت كورونا بتيجي كل يوم البرنامج ومش عارفه ايه، شوف نفس التفاصيل هي هي، مفيش اي اختلاف خالص. طيب معانا مداخله من ام محمد من البحيره بصراحه المكالمات، اتفضلي. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. سمعت عندي حلم والله عايزه اقوله. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. انا بنحلم على طول ان انا بنبني بيت جديد وبعندان بسم الله، والبيت كبير واسع. حلو. بس الحلم بيتكرر معايا، اتكرر معايا كان 5 مرات في الشهر. انت متجوزه؟ الشهر اللي فات. انت متجوزه اصلا؟ لا انا ارمله. لا ارمله. ارمله؟ انت سنك قد ايه؟ عندي 40. طب حلو ان شاء الله. انت ناويه على الجواز؟ بس هو الرؤيه بتقول بالفعل ان انت ليكي جواز، في جواز جاي ان شاء الله. معرفش ولا بس مش في دماغي الموضوع ده. لا لا هيجيلك حد هيجيلك حد كويس وهيكون ما شاء الله هيوسع، يعني هيكون حد مرتاح ماديا وكده، وهيجي لان اصلا لفظ البناء جاي من العمار او حتى يقول لك عمارة. تمام. فالعمار جاي من اللي هو الزواج، فمعنى كده بالفعل ان هي وعلى فكره يعني هيكون حد كويس وهيكون مريح ليكي جدا، فاهمه؟ والدليل على كده قول الله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، فهو البيت سكن. فهي بالفعل بتقول لك ده واسع وحلو وجميل والجو ده، والرؤيه بتتكرر تكرار الرؤيه كتير، معنى كده ان هي مش فاهمه معناها، ممكن يكون جاي لها حد او هيجي لها حد بالفعل وهي رافضه، فهنا لا ربنا بيقول لها اعدلي عن قرارك، هو ده هيكون حد كويس جدا. فاهماني؟ والله اعلم. طبعا عندي حلم تاني برضو بتكرر معايا برضو مرتين. اتفضلي يا فندم. ان انا ماشيه برضو في طريق، وكل ما نمشي نلاقي سيره عنب اللي هو العنب البناتي الحلو دي، ونلاقي اكله سمك ملفوفه. الله ده وعيش. ما شاء الله حلو ده، مرزقه انت ما شاء الله. عندك اولاد قد ايه؟ هي عندي 3. عندك 3؟ ربنا يديك ان شاء الله. هتجيبي تاني؟ ما انا بقول لك هتتجوزي وهتخلفي. اتجوزتي وانت معانا وخلفتي، ذريتك هتبقى كتير. يعني العنب في المنام معناه على حسب برضو بيبقى ليه معاني كتير، بس في الحاله دي هنا ايه؟ ذريه كتير وخير كتير جدا. ما شاء الله. على فكره هي ما شاء الله هي ادم خير، يعني ليه؟ لان بالظبط كان في حد ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، كان عبد الرحمن بن عوف وكان حد تاني مش فاكره اسمه. المهم فساعتها كان كل ما يمشي يحلم حاجه، كان كل ما يمشي الاول راح للرسول عليه الصلاه والسلام وقال له ادعي لي ان انا اكون يعني مرزق وكده. فراح قال له ربنا الرسول عليه الصلاه والسلام دعاه. شكرا يا فندم على اتصالك. كان كمان فالرسول عليه الصلاه والسلام دعاه له، فبيقول لك كان كل ما يمشي كان يلاقي درهم. وعلى فكره الرؤيه حتى جات له الرؤيه دي ان هو كل ما يمشي يلاقي درهم، فراح قال له ما شاء الله ان انت يعني حد مرزق رزقه كتير. هي اصلا ادم خير. في على فكره النساء، في ستات بتكون ادمها سيء، ده اللي قال الكلام ده الرسول عليه الصلاه والسلام، ورجاله برضو يعني مش ستات. والنبي بلاش. والله بجد الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك تفاءلوا بثلاث، بالمراه والدابه والعتبه. في ستات ادم خير، هي كده ادم خير. سبحان الله بيقول لك منين ما تمشي هتلاقي الخير. الرؤى الاثنين بصراحه حلوين جدا. سبحان الله. لا وخير كتير جدا مقدم عليها. الله اكبر ما شاء الله. مرتبطين ببعض. ما هي الرؤى كلها لازم تيجي تكمل بعض، ما ينفعش حاجه تيجي تاني الا في حاله واحده، لو رؤيه قدريه والقدر انت غيرتيه بالفعل بالدعاء. طيب معانا ام محمد من الجيزه. الو اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن افسر حلم لو سمحتي؟ اتفضلي اتفضلي. انا حلمت ان انا كنت في بيت خالتي، وبعدين لقيت واحده جميله جدا لابسه ابيض في ابيض، ويعني فستان ابيض وطرحه ابيضه، وهي بيضه جدا وجميله جدا ما شاء الله. وبعدين هي داخله كده قلعت الحذاء بتاعها وداخله عليا، فانا بقول لها التنين. قالت لي انا كنت زميلتك زمان واحنا صغيرين بس انا كبرت. فانا بصيت لها لقيتها جميله جدا، ففي بالي بقول لها انت كبرتي ده انا اللي كبرت. المهم دخلت وسلمت عليا وبصت من هنا ومن هنا. حلو. ومش عارفه بقى قالت لي مسكت ايدي. وبعدين قالت لي خليكي فاكره بقى ما تنسيش، وراحت قالت لي اسم خالتي. خالتك اسمها ايه؟ اسمها حنين. حلو. وهي البنوته دي تعرفيها ولا فاكره اسمها ولا لا ولا ما كانش لا مجهوله؟ لا اول مره اشوفها، هي جميله جدا زي اول مره تشوفها. انت انسه؟ لا انا ارمله. ارمله عندي 40 سنه برضو. حلو خلاص هقول لك. انت عندك استفسار تاني اجاوب وتفضلي معانا ولا تقفلي لا انا معاكي عشان في حلم تاني بس هقول. انا حاضر. فسر الاول. تمام. نفس الوقت
جواز النهارده مصر كلها تتجوز. ليه؟ مبروك. البنت اللي دخلت لك اللي شكلها حلو وانتي مفتقداها من زمان دي الدنيا، وبما ان هي جايه وقالت لها اسم خالتها حنان، فمعنى كده ان هي ايه، حنيه والفرحه، فاهم؟ فهتيجي من اللي عن الزواج والاحتواء، هي حاجه يعني هي مفتقده الفرحه والامان بقى لها كتير جدا، فاهمه؟ فهي دي رؤيه حلوه جدا جدا يعني، في ليها عليها اغنيه قلقت الطبطبه. والله اعلم. اتفضلي يا حبيبتي. التاني اتفضلي التاني. حضرتك انا عايزه اعرف ميعاد البرنامج بس المواعيد عشان استناه، عشان انا كده كل الاحلام راحت من دماغي. كل يوم السبت ان شاء الله. كل يوم سبت الساعه 9 صباحا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا شكرا ان شاء الله. نورتي نورتينا حبيبتي. شكرا. طيب معانا حلم تاني كده. بتقول لك ايه هي علامات الحسد والسحر في الاحلام؟ بصي يا ستي، علامات الحسد اللي بتيجي، الرؤى اللي بتدل على الحسد حاجه، والرؤى اللي بتدل على السحر حاجه تانية. ازاي؟ بتيجي عكس ما الناس، يعني في ناس تيجي تقول لك ده انا حلمت ان انا معمول لي عمل وفلانه عملت لي وهروح اولع فيها وهقتلها. والله العظيم كل ده هلاوي الشيطانيه ملهاش اي علاقه. مفيش اصلا اعمال؟ لا، في حسد وفي سحر. الرسول عليه الصلاه والسلام اكد على، بس الحسد اقوى من السحر. الحسد ممكن يموت. يا سلام، تخيلي شوفي. يا سلام. انت عارفه ان الحسد ممكن يموت؟ يموت. السحر ما يموتش. السحر نادر جدا لو اتعمل ان هو بالمرض لحد ما الانسان يعني يموت، ممكن يعيا جدا يخليه بصي ما يتحركش من على السرير. وكمان اصعب انواع السحر ده ما بيتعملش هنا خالص، بيتعمل بره. لكن ما شاء الله بره. فين يعني؟ في امريكا؟ لا، المغرب. مش للدرجه. المغرب صح؟ المغرب وجنوب افريقيا. مع ان والله العظيم مش عارفه اقول لك، انا اصحابي اغلبيتهم من المغرب بس ما لهمش في الجو ده خالص. والله والله العظيم كويسين جدا ما شاء الله عليهم. لكن لا، في نوعيه سحر في جنوب افريقيا والاماكن دي، لا ده السحر بانواع، وده بقى نتكلم عليه في مره ثانيه. لكن احنا هنتكلم دلوقتي على المنهج او علامات الرؤى اللي بتظهر في الرؤى اللي بتدل على السحر. مثلا ان حد، اول حاجه لازم نتبع اللي الرسول عليه الصلاه والسلام اتكلم عنه. ازاي؟ لازم رؤيه السحر تيجي مطابقه للرؤيه اللي جت للرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام سحر علشان يعلمنا. وعلى فكره اصعب سحر جه على مر التاريخ كان السحر اللي الرسول عليه الصلاه والسلام سحر. طب قولي لنا رموز كده. الرموز اللي جاء اللي بتيجي ان انت نفس اللي الرسول عليه الصلاه والسلام حصل له. ازاي؟ انك تشوفي بير. بير. ومش اي بير. يعني تشوفي بير مثلا موجود على البير ده وشه مثلا حاجه شبه الحنه او الطمي كده. تمام. لان الرسول عليه الصلاه والسلام هو لبيد بن الاعصم اليهودي لما سحروا ده كان رمى، خد اللي هو شعر الرسول عليه الصلاه والسلام ورمى السحر ده في قلب البير. ولما هم فتحوا خلاص بقى راحوا ان هم يطلعوا السحر ده، لقوا حاجه زي الحناء كده على وش البير. فمن هنا ده رمز اساسي في رؤى السحر. شوفي رمز بعيد خالص، سبحان الله. الحنه بير وحنه على الوش. تمام. انك تشوفي ان انت بترجعي اي حاجه من بقك، مثلا حد بيرجع شعر او بيطلع شعر من بقه وبيقول لك عمال يشد فيه جامد. والرؤيه دي جات لي بالفعل. ده معنى كده الشعر اساس السحر. الرسول صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطه، اللي هي كان اتاخد من شعر الرسول الله عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ايه تاني؟ ان هو مثلا يشوف مثلا تكرار وجود حيوانات مفترسه تعابين بتهاجم البني ادم بصوره غريبه. طبعا على حسب، بتختلف برضه يعني. هو فاهمه ممكن دي يعني دي رموز مشتركه بين السحر وبين الحسد، بس لما يتشافوا بصوره مستمره. يعني مثلا حد يشوف ان مثلا هو مشغل قران في قلب البيت وفي كلاب واقفه عايزه تدخل ومش عارفه. ده معناه ايه؟ ان الانسان ده محصن. بس هو اصل بصي العين اللي هو في حاجه اسمها خادم شيطان العين. تمام. وخادم السحر بيبقوا ايه؟ متربصين بالبني ادم. البيت ده اللي هو المقصد بيه الجسد بتاع الانسان. فبما ان هم واقفين ومش عارفين يدخلوا، معنى كده ان الانسان ده محصن واخد ورد معين، فهم مش عارفين. السحر تاثيره خارجي بيبقى ضعيف قوي. السحر والحسد تاثيرهم بيضعف بقوه ايمان البني ادم. لان انت طول ما انت عامله جدار، هل انت لو جيتي ضربتيني بحاجه هتدخل؟ لا. بس في نفس الوقت هتاثر. بيبقى التاثيرات معروفه. تاثيرات السحر بتبقى عباره عن النسيان. الانسان ممكن ينسى. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول لك يخيل اليه انه ياتي اهله ولا ياتيهم. يعني ايه؟ ينسى، يتهيأ له شويه حاجات. وعلى فكره اصل السحر التخيل، والدليل في القران بيقول لك ايه؟ يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. فعلى اللي هم على الحبال اللي هم القوها ساعه سيدنا موسى. مثلا العلامات برضو اللي كانت بتدل على السحر، مثلا ايه تاني؟ ان انت تشوفي يهود، تكرار رؤيه اليهود. طبعا ده عشان اللي سحر الرسول الله عليه الصلاه والسلام كان يهودي.
في علامات كتير جدا ممكن تكون بتدل على السحر. في بقى الحسد، الحسد مثلا تشوفي اي حاجه فيها رشق، ابر، تشوفي حد مثلا دايما الرؤيه دي اغلبيه المحسودين بتجيلهم ان حد بيضربهم برصاص في رجليهم في الركبه بالذات ناحيه الركبه، اي حد بيضربك رصاص، او الرصاص اصلا مش مستحب، سهم في ظهرك، سهم، لا سهم في ظهرك ده بيفرق، ده معناه مش بس حد حسدك، لا ده حد بيرمي بيقول عليك كلام سيء جدا في ظهرك، فهماني؟ الدبابيس، اي حاجه فيها غزل، ان انت شوفي مثلا في ناس برضو ذكرت لي رؤيه قبل كده كانت عباره عن دوائر او تقرحات في الرجلين وتقول لك ناحيه ركبتي، فكل الحاجات دي برضو من الرموز اللي بتدل على الحسد. ايه تاني بيدل على حسد؟ احنا قلنا طيب دلوقتي هنطلع فاصل ونكمل ان شاء الله مع الفاصل، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني مع مفسرة الأحلام الجميلة زينب. معانا أميرة من هنا. عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام، اتفضلي. هو في حلم لوالدتي كده، والدتي يعني حلمتني. انت متجوزة ولا ايه؟ لا أنسة. هي أنسة. هي أنسة. طب ممكن تعلي صوتك شوية؟ علي صوتك شوية. طيب. هو والدتي حلمت انه في مية بتجري على السلالم. والدتها حلمت ان في ميه بتنزل على السلالم. اه صح، والدتي حلمت بيه. انت فاكره الحلم كامل؟ اه. هو الحلم والدتك كده؟ والدتك موجوده؟ اه والدتي موجوده. طب خليها هي اللي تحكي الحلم عشان ان دايما اللي بينقل الرؤيه بيوقع جزء منها. ايه هتعرف تحكي؟ لا. ايه؟ لا هي مش عايزه هي اللي تحكي. مكسوفه ايه؟ مش عايزه تتكلم. طب خلاص كملي، قولي لها انت وخلاص. خليها تقول لك وانت قولي. طيب هي ميه بتجري على السلم والميه دي منوره. ميه ايه؟ وراح ميه منوره. منوره ميه منوره يعني وبتجري على السلم. يعني ايه؟ يعني فيها نور. اه وبعدين؟ بس وبعدين جدي هو المتوفي ده ودها واقف جنب دير، هو واخويا الصغير، راحوا هما الاثنين وقعوا، راحت والدتي طلعت تجري عليهم وراحت قالت لاخويا انت عايش؟ راح قال لها اه انا عايش. ثواني ثواني، انت اخوكي متوفي؟ لا عايش. اخوك وجدك واخوكي ده اسمه مين؟ جدها هو اللي متوفي. جدك بس اللي متوفي. اه تمام. وايه كملي. وراح اخويا طلع اخويا الكبير وراح قال لها طلعوا جدي، هو اخويا الصغير قال لها طلعي جدي. طلعي جدي مين؟ من البير. اه لا جدك وقع في بير؟ هي واخوها يعني جدها واخوها وقعوا في بير. جدك واخوكي اللي وقعوا في البير. اه وجدي طلع صغير قوي جدا. انت جدك اسمه ايه؟ جدي اسمه محمد. تمام يا حبيبتي كملي. بتقول لك وطلع صغير. وطلع صغير. المهم اخوكي طلع يعني من البير؟ اخوكي طلع من البير؟ الاثنين طلعوا، اخوها الكبير كويس. طلع الحمد لله. طلعهم وجدها طلع صغير. اخويا طلع اخويا الصغير وخالي طلع جدي. يعني كلهم اخوها الكبير طلع اخوه الصغير وخالها طلع جدها. انت اخوك الصغير جدها. ده سنه قد ايه؟ اه تمام. اخوك الصغير جدي وشه حلو قوي جدا. هو اخوكي عمره كام سنه؟ الصغير. اخوك الصغير عمره 4 سنين. 4 سنين. انت والدك عايش الاول؟ اه. انت عندكم مشاكل ماديه او دخل مشروع والدك؟ اه يعني في مشروع؟ اه. خسر؟ لا يعني مشاكل كده. ايه؟ مشاكل يعني. مشاكل هي تقصد مشاكل مادية يعني مشاكل مادية؟ ايه؟ وانا عندي حلم. اه. طب واحدة واحدة نفسر واحدة. طب هي تفسر لك ده وبعد كده بيكمل تاني. المية في البيت لما تتشاف ان هي نازلة على السلم بالطريقة دي وحشة جدا. ابشع حاجه تتشاف دي، معنى كده انا قلت لها لو منوره ميه منوره لا ما مش حلوه عموما، لان اصلا انت تشوفي البيت مطرف فيه تراب مش زباله مش مكركب كده. لا دي مكركب دي حاجه ثانيه، مكركب دي هموم ومشاكل في قلب البيت فظيعه. ميه نازله من البيت بالطريقه دي لا دي مش حلوه خالص، ده لان التراب اصلا معناه فلوس وميه
نازله من البيت هي نازله من على السلم. ايوه ما انا فاهمه فاهمه، لان الميه اصلا هتعوق الحركه بتاعه البني ادم انه ينزل او يطلع، فمعنى كده في وقف وعطله في الحال. بس بما ان بس هي بتقول ان في الاخر اتضح ان هو بير ميه، بير ميه في البيت. هي راحت ووقع فيها جدها واخوها، اخوها الصغير ده في مشاكل ده كده ولا لا؟ البير وحش اصلا في الحلم معناه مكيده، بس في الحاله والجد وقع. الجد بما ان الجد معناه في لا حتى لو هو عايش او متوفي في الحاله دي معناه اللي هو الحظ بتاع البني ادم. فهو معنى كده وطلع صغير في ما هو صغير، ما هو هو على جنب كده جدها اصلا منعم يعني في الجنه، فهو جاي ينقل لها رساله ان انتوا خلوا بالكم كويس جدا لان في مكيده هتحصل، المكيده دي هتؤدي لخساره ماديه. الولد الصغير لو كان راح يعني هو طلع، المشكله ان برضو الدنيا هترجع تاني بس بمشاكلها، لان الولد الصغير هنا في الحاله دي ما هم معناهم ان هم ما بيتعظوش يعني. لازم تاخدوا بالكم من الناس، انتوا حد وحش بيقول لك خلاص ابعدي عنه، لا هما ما بيعتزلوش الشخصيه اللي سببت المصايب دي كلها. يعني دي رساله تحذيريه؟ لا هي الرؤيه تخصكم حتى لو مش في بيتكم، فاهماني؟ هو الرؤيه بتتكلم على ناحيه ماديه، حاجه فاهمه ماديه او كده. اقول الحلم الثاني. اتفضلي يا حبيبتي. هو انا حلمت اني لابسه فستان ابيض ونزلت تحت في بيتنا تحت، يعني نزلت تحت في بيتها الدور الارضي. رحت والدتي قالت لي ان الفستان كان ما يتداش، رحت انا قلته. لا ممكن تاني؟ لا مش فستانك سمع. ايه يا حبيبتي؟ فستانك ايه؟ قالت لي لابسه فستان ابيض. تمام. رحت نزلت تحت ورحت والدتي قالت لي ان الفستان عشان ما يتداش يعني وكده. قالت لك اقلعيه ولا انقليه؟ اللي يعني من تراب وكده عشان هو يعني تشيله تلم وتروح ترفعيه. ارفعيه من الارض، ارفعيه من الارض عشان تروح. انت عمرك قد ايه؟ عمرك قد ايه يا اميره؟ 16 سنه. صغيره خالص. صغيره خالص. مستعجله على الفستان الابيض ليه يا اميره بس؟ مستعجله ليه؟ حاطه الجواز في دماغك يا اميره وكده؟ نعم. حاطه الجواز في دماغك؟ لا. طيب الحمد لله. كملي هقول لك. وراحت اشتغلت يعني لبس بيه في البيت كده، راحت جت مرات جدي وراحت ادتني فلوس. مرات اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ نعمة. كويس حلو. اسمها فادتني فلوس بس مش عارفه قد ايه هي. مش مشكلة. وراحت بعدين ادتني فلوس تاني كتير، يعني فلوس فاكهة كده. تمام. هقولك انت عندك حد اكبر منك؟ عندي اخت اكبر مني. مش متجوزه؟ اخواتي يعني. في واحده متجوزه وواحده لا. اللي مش متجوزه دي عندها كام سنه؟ عندها 25 سنه. حلو. هي اللي انا بدور عليها. هي دي المظلومه اللي هي دي. هي رؤيتك اصلا الغرض منها اختك. انت جت بنت خالتي وقالت جيبوا الحاجه لجدتي، حتى قالت لها اختي الكبيره قالت لها لسه البطاطس ما طابتش. ايه؟ لسه البطاطس ما استوتش. بنت خالتك دي عايزه ايه؟ قد ايه اسمها ايه؟ سوري معلش. بنت خالتك اسمها ايه؟ مريم. هقول لك. حلو. وبس كده. خلاص يا حبيبتي البطاطس لسه ما استوتش. هقول لك. انا ممكن عايزه رقم من مفسره الاحلام. ماشي يا حبيبتي هبعته لك دلوقتي. ماشي. ممكن حد يكلمك من الكنترول. ماشي تمام. اتفضلي. بصي يا ستي. شكرا. ما انا عماله اقول انت نفسك تتجوزي بتقول لي لا. البطاطس ما عندها 16 سنه. ما البطاطس لسه ما استوتش. ما انا هقول لك معنى. هي الرؤيه اللي هي اصلا عندها 16 سنه دي اكيد لسه ما اتجوزتش. بالظبط. هي اصلا حاطه موضوع الجواز في دماغها اللي اكيد انا كنت قلت ظلمتها في الاول وقلت ايه لا هي بالفعل زي ممكن تكون على فكره في المراهقه يعني. لا 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 بتقول لك قصدها الحلم ما يخصهاش. في بلاد معينه بيتجوزوا بدري يعني مثلا في الصعيد وفي الحاجات دي في بيتجوزوا بدري. جواز القاصرات ده عايزين حلقه ثانيه. مش كده لا بجد. على فكره من دلوقتي تلاقي البنت في سته ابتدائي وبتفكر هتتجوز امتى. لا ده انت عارفه الموضوع. لا هي بالفعل اللي اكد لي الموضوع ده. بصي هي بالفعل ان شاء الله اختها هيجي لها حد وتتخطب. دي على النهارده الحلقه كلها للجواز. احنا النهارده يا جماعه معظم البنات اللي بتقتلوا هيتجوزوا. هي بالظبط كده. البطاطس اللي لسه ما استوتش وبتقول لها لا استني عليها شويه. هي نفسها تتخطب بالفعل وهي شويه رومانسيه عايزه تتجوز والجو ده وتتخطب. يعني هم بيبصوا للجواز. طب ومريم؟ ما انا هقول لك. ما هو اللي اكد لي الاسم.
فاهمه؟ لان اسم مريم هنا بنت خالتها هي بتقول لك جايه، بتقول انا عايزه البطاطس والجو ده، فهو بتقول لها لا ده استني شويه ده لسه ما استويتش، معناها اخت العريس ولا استني شويه اخت العريس هي ولا لا هي معناها فهي رساله مبطله بيقول لها ايه لا لسه شويه، يعني بتقول لك مرات جدها اللي كانت عايزه البطاطس اللي هي تعادل جدتها يعني، فاهمه؟ فالجد اللي هو معناه الحظ بتاع البني ادم والسعي، هي بتتمنى ان هي يعني تتجوز اختها تتجوز قريب، لكن وهي بتفكر في الجواز. في رساله ما بطلها لا استني شويه، ما بتقول لها البطاطس ما استويتش يعني ايه لسه طيب ما جاش. معانا اتصال تاني، هاجر من هنا، اهل السيد كلهم. الو الو اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. لو سمحتي عايزه كلمة الاحلام. اتفضلي يا حبيبتي. انا حلمت ان انا لابسه فستان احمر وقاعده عند جدتي، وهما بياكلوا فراخ واختي معايا. اختك اسمها ايه؟ اسمها ساره. فانا الاول كنت لابسه هدوم مقطعه، فقلت لاختي الثانيه عزه روحي قولي لماما ان انا لابسه هدوم مقطعه، فجابت لي برده عبايه مقطعه مقطوعه بتاعتي، فلقيت فستان احمر على الباب بتاع الحمام، فلبسته، هو كان ضيق وبعدين دخل فيا. تمام. بقول لك ايه، هو انت كنت مخطوبه قبل كده؟ لا، هو كان في خلافات على الخطوبه. انت انسه اصلا؟ ابن خال. ايه؟ انت متجوزه ولا انسه؟ لا انسه. ايوه، ما انا بقول لك انت كنت مخطوبه قبل كده؟ او قري فاتحه كانش مخطوبه مرتبطه ابن خالتها، فاهمه؟ ابن خالي كان بيقول عليا يعني حصل الخلافات، ودلوقتي في خلافات. طب ودلوقتي في لسه موجود ولا ماشي؟ لا لسه موجود، في خلافات يعني. لا حد تاني غيره، ما بتكلمش على ده. لا طيب. طب بصي انا هقول لك على حاجه عشان نبقى بصراحه كده، موضوع ان انت لابسه حاجه مقطعه فمعنى كده ان انت بالفعل عارفه اشخاص بس هم مش مناسبين ليكي خالص، واهلك هيرفضوا ومش هيوافقوا عليهم. اللي متعلق على باب الحمام ده ابن خالتها. ليه؟ لان هو متعلق لسه، فاهمه؟ معنى كده الحمام اصلا مش حلو في الرؤيه، معناه حاله سوء. هي حد بتودله مشاعر، لان اللون الاحمر كنايه عن الحب طبعا معروفه، وفي نفس الوقت هو مش مناسب ليها. يعني هي بتحبه قصدك؟ في مشاعر. هي لبساته كان ضيق وبعدين بقى هو مش مناسب ليها، هو مش مناسب ليها على فكره. هو في عيب انا عن نفسي ما بحبهوش. اول حاجه هو شخص دنيوي شويه، يعني بيميل للدنيا اكتر من ربنا سبحانه وتعالى، وكمان بيحب النساء، وكمان في بخيل شويه. كلهم بخيل، لان طيب. ديقه الفستان دي ده معناه ان هو ايه؟ بخيل. طيب معانا اتصال يعني. تاني ماجده من القاهره. لو لبست الفستان هتتخضل بابن خالك ده في النهايه، والله اعلم. اتفضلي. الو. كان انا ليا ميراث ابني جميله ما شاء الله. اسمك ايه يا حبيبتي؟ لا خلاص مش مشكله. بتشوف احلام ماجده، بتشوف حاجات مجدة. يعني جن كده بيجي لها بيضايقها، مره ضربها وقعدت تعيط وضربها جامد، ومن قريب دخل زوجها عليها لقاها مبرقه ومش عارفه تتكلم، بس انا معلماها دعاء تقوله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حتى تفتكره، مش عارفه تقوله. ما انا هقول لك في الحلم ده الكلام ده. دخل زوجها بقى عليها قاعد بيقول لي ماما. هو ده حضرتك حلم؟ هو ده حضرتك حلم انت حلمتيه؟ هي حلمت الحلم ده؟ لا ده ابني في الحقيقه، هي كانت نايمه وشافت حاجه بكلبشاها ومش عارفه هي اللي بتحكي صاحبه هي اللي كانت نايمه، وابني دخل عليها لقاها مبرقه ومش عارفه تتكلم. حضرتك مين حلم الحلم ده؟ في الحقيقه ولا في الحلم؟ ده في الحقيقه، ده في المنام يعني، في الحقيقه دخل عليها كده. فالمهم انا جبت صورتها لزوجي وقلت له اقراها، اقرا لها آية الكرسي وحفظها وحصنها. لا لا ثانية واحدة يا حبيبتي، معلش، هو ده حلم؟ لا افصلي بين الحلم والحقيقة. لا يا حبيبتي، هو في الحقيقة اللي أنا حكيته الأول ده. هي كانت نايمة وكان في حد مكلبشها وكان بيمسك، ودايما بيجي لها في المنام جن يضربها. هي جميلة ما شاء الله قوي، ما شاء الله عليها، حلوة جميلة قوي ما شاء الله ما شاء الله. المهم فأنا جبت صورتها لزوجي وقلت له اقرا آية الكرسي وحفظها شوية علشان الجن اللي بيجي لها دوت وكده اهو. فهو بقى حلم، بقى زوجي حلم ان في كلب ماسك فرخه بيضه وبيجرها من بطنها وبيطلع مسارين، فهو مسك الكلب ده وبعده عنها. زوجك اسمه ايه اللي حلم الحلم؟ صلاح الدين. حلو. ده حماها. ايوه ده حماها. صلاح الدين. الرؤيه ليها. هقول لك ماشي تمام. وبعدين في حلم تاني وضرب لها الكلب ده. ثانيه واحده، هي بتصلي ولا قطعت؟ واضح ان هي قطعت صلاه. هي قطعت وامبارح صلت بقى. هي امبارح واحده واحده. هفسر لك هي عندها عارض
الكلب اللي هو جاي يعملها من بطنها اللي هي المصابة دي عندها حسد. الحسد أصعب محسودة على رزقها، لأن البطن مناط الرزق اللي هو بيكون الأموال أو الأولاد أو الرزق عموما. الجمال انتي تقولي هي جميلة جدا، طب والجن اللي بيضربها ده؟ ما هو لا مش جن، هي مش أكتر ولا أقل، دي رؤى شيطانية. أنا هقولها معناها واحدة واحدة بس عشان هي ما تتوهش مني. طيب فالأول بما إن هو عضها أو رايح يعضها من بطنها، فمعنى كده إن البنت أصلا مش محصنة. ليه؟ ما كانتش محصيش تحصين، فكان اختراقه ليها كان سهل جدا. فده سبب الحالة اللي انتي شفتيها عليها في الواقع. البنت دي لازم تتبع رقية شرعية، واللي أكد الموضوع ده آية الكرسي. صلاح المفروض هو حماها، حماها جاي من الحمى، ان هو الحامي ليها. وبما ان صلاح ربنا سبحانه وتعالى بعت لها ان هو عالجها في قربها من ربنا سبحانه وتعالى، وان هي تصلح من حالها مع الله سبحانه وتعالى، فهماني؟ وبما ان واضح بقى ان حماها ده شخص على خير، نحسبه على خير، يعني هو والدها خلاص بقى. صلاح لا هو خلاص بقى الشخص نفسه هو حد كويس جدا. لما يشوف ان هو يعني قوي جدا على الكلب في الحالة دي شيطان. ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك الكلب الاسود شيطان في الحالة دي بالذات. فده معنى كده ان هو دفع عنها الضرر والجو ده، فهو معناه ان هو حد كويس جدا دينيا. فمعنى كده انت علمها ازاي ترتقي. لازم توظي بالبنت دي على رقية شرعية وتلتزم بالصلاة. تقولك أنا مخنوقة، تقولك كده، لأن هي حالتها هتسوء لدرجة محدش يتخيلها. يعني هي عندها حسد بس؟ عندما الحسد أصعب. أنت عارفة أن الحسد لو ما تعالجش يتحول لمس عاشق. يا سلام. طبعا لان طبيعه ان الانسان قاعد مع الشخصيه. ما هي بتقول لك انا حلمت بجن بيضربني. لا لا ما هي دخل. ما هو ما هو بصي بيقول لك ايه، وما يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين. فهماني؟ فالضرب اللي موجود، ما هو القرين بالفعل بتاعها متفاعل مع مين؟ مع شيطان العين. فهو بقى على فكره في ناس تقول لك انا بصحى الاقي نفسي مضروبه، وبفعل تلاقي علامات في جسمها زرقاء، مش حد ضربها، هي القرين. هي انت عارفه مين ازاي؟ هي في حاله من اللاوعي، يعني القرين لمسها مثلا. هي في حاله من القرين. اصلا كل انسان ليه قرين. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ما من ابن ادم الا وله قرين الا وكل به شيطان. الرسول حتى قالوا له حتى انت يا رسول الله؟ قال لهم حتى انا، الا ان الله اعنني علي حتى اسلم فلا يامرني الا بالخير. ده يعني ممكن القرين يكون احنا معنا القرين. ما القرين كده كده اوريدي كافر اصلا. تلاقي حد واحده كده هاديه وبتصلي وعلاقتها بربنا كويسه، بتقول لك هي بتطوع القرين تبعها، فاهماني؟ طيب للاسف احنا حلقتنا النهارده خلصت، احنا لازم حلقه ثانيه. لازم حلقه ثانيه المكالمات ولسه الاسئله بتاعتنا، ولسه كمان ما قرناش الاحلام اللي هي جايه لنا من الصفحه بتاعتنا والمكالمات. احنا بنشكر زينب قوي. زينب بنشكرك قوي، وان شاء الله دي مش اول مره. ان شاء الله معانا في حلقات ثانيه، لازم يكون معانا حلقه ثالثه، لان دي تاني مره زينب تطلع معايا. طبعا ان شاء الله. كنت مشرفانا النهارده. كنت مشرفانا يا زينب. ان شاء الله يوم السبت الجاي في نفس الميعاد استنونا. مع السلامه.